السلام عليكم خوتي، اخوكم سفيان توجو. موضوع هنا اليوم نهضرو خفيف طريف وبار اكسبيريونس. المقنين خوتي العزيز، واش تبعتو كاع واش شفت في الطبيعة؟ ما يحبش حطب اللي يقعد فوقهم خشان، يحبو مرقاق. وعلى بها كاين بزاف عباد يجيو لهم مشاكل في مشاكل تاع رجلين تاع المقنين، سيتو كي يطيلو صفار تاعه يطيلو صبعه تاعه. الحاجه اللي انا نقدر ننصحكم بها خوتي، هاي ليك مميه رقيقه بد ما كاين، نقيها، خلي لها هاد العفايس هادوما الخشان هادوما، خليهم البراعم هادو خليهم، حكها شويه بالموس خويا وحرقها هكذا، حرقها ماشي لازم يكون مريض من رجليه. المقنين يحب مرق ويعفس حبسه رقيقه رقيقه بزاف. هذه راهي واقيلا ميم با 1 سنتيمتر، تكون 1 سنتيمتر كومباري بك مع صباعي هكذا. اي وحش يحب المغني خاوتي، يموت على يموت على هادي. وماشي لازم تكون ديريكت، ما قريت تكون معوجه ولا واقفه هكذا، ما تهموش فهم. ديك العقليه تاع لازم تحفر الوسمو الحطبه هكذا، ولازم تكون خشينه ولا تاع بلاستيك، والله غير هما ميور. كي تحكها مليح ما كاش وين يدخل لها القمل، زيد حكها مليح وحرقها وزيد غصب بالك ديرها بالك بونسيها شويه وبدايا. اقسم بالله غير هادي لا ميور، سيرتو كي المقنين ما عندوش طفارتين، ما عندوش صبع، ما عندوش هاد الامور، هاي الحاجه اللي تسهل له كاع. وهادي بار اكسبيريونس، وباش تعرفوا راني درت باش تعرفوا علاش راني درت على كل حال الدليل معاها. مي بصح والله غير هادي لا ميور، ما قري المقنين تاعك يكون شباب، ما قري يكون المقنين تاعك ما به والو، رجليه شابين، هاي لا ميور، هاي لا ميور عفسه، لازم تكون عفسه هكذا تاع غابه، فهمت؟ تخدمها نتايا وهاك قاعد في الغابة، تخدمها نتايا تحكها تحرقها مليح، نحي لها كاع وين زعما يدخل القمل، وهاليك خو. وكل 3 شهور تبدلها ولا كل 4 شهور تبدلها، ولا خير من تروح تشري واحدة أخرى، والله العظيم قاعد خو. تريح لك هادي تريح لك، أنا عندي في المزرعين نستعملهم، شغل حاجة طبيعية خير من البلاستيك هذاك، باسكو يعي رجلين تاع الزاوش ويدير مشاكل تاع رجلين تاع الزاوش. هكذا خوتي، خوكم سفيان توجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي فاش استعملتو خوتي هاد لافو مالادي، طفارتي هاكا كانو طارو لها كاع، شغل كانت مسكينة كانت سوفري بالمجسم النورمال هذاك اللي نشرو حنايا، خدمت لها هذاك المطرق خرج عليها 100% ولا توقف ولا دير كلش. هذا كمثال خوتي هذا ماك.